ما رح استسلم ابنه، رح ساوي شي واقلب الامور ضده، رح خليها تتفاجأ. بس شو لازم اعمل؟ ما فيني خلي ماما وسهيل يفترقوا، ما رح خلي ماما تروح على شهر العسل بأي ثمن. طيب شو رح اعمل؟ فكري يا آريا. هالشي كرمالك يا سهيل، رح تكون كتير فخور فيني لما تعرف شو عملت، ورح تفكر اني احسن منك، ورح تقول انه بنتك خلتك مبسوط. بس يا ريت ما اتأذى كتير، يا ريت يا ريت يا ريت. مثل ما قلت لك الموضوع عندي. منيح مو هيك؟ معقول اكذب عليك يا ست فيديكا؟ ما في شي بخوف، هذا دواها، وكمان هي بحاجة رعايتك ولازمها راحة تامة، رح تلتئم جروحها قريبا. اسلم. تفضل دكتور. مع فهد. شكرا آريا، أنا آسفة بنتي. ما أقواكي. من اليوم وراي ما رح بعد عنك وروح أي مكان ولا للحظة. أنتي موجوعة ما؟ أي يا أمي، أنا موجوعة كتير. ماما كتير آسفة، بس كان لازم أني أمنعك. بعرف أنه أنتي كمان بدك تضلي مع ساهي، بس هدول الناس السخيفين عم يمنعوكي، حتى أنهم ما بيسمحوا لكم تحبوا بعض. لهالسبب أنتي دائماً بترفضي ساهي. أنا فهماني كل شي، بس ماما ليش انتي ما عم تفهمي؟ عريا، ما كان فيكي تنتبهي؟ شو ما كنتي شايفة قدامك انه في درج؟ شو هالحكي ماما؟ مو شايفتي قديش موجوعة؟ منيح اللي ما نأذت أكتر، لو صاير لشي وقتها مانك شايفة حالة سهيل كيف؟ هي بنتك وقعت وجرحت حالها، وكمان خطة ياش لشهر العسل ما نجحت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.